السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه على ما ابتلانا وابتلاكم أيها الشعب الجريح من ظلم ممعن وغياب لذرة واحدة من ذرات العدالة الإنسانية. إننا نقف أمامكم لنتحدث عن هذا الوطن المجروح، عن كل أبنائه الشهداء والجرحى والمطلوبين والمشردين والمبعدين، لقولهم كلمة الحق ولمطالبتهم بالحرية والكرامة. نتحدث عن هؤلاء جميعهم من خلال أحدهم، وهو رب أسرتنا والدنا الحبيب الحاج أحمد مهدي سلمان داود، الذي قاسى ما قاسى من تعذيب يندى له جبين الإنسانية، ويخجل التاريخ أن يسطر قصة تعذيبه حتى ضمن مزابله. فبعدما عذب تعذيبا وحشيا، ولعلكم قرأتم قصة تعذيبه، أدى ذلك إلى تعرضه إلى أعراض قد تؤدي إلى أمراض خطيرة قاتلة، وشخصه الطبيب الفاحص بأنه بحاجة ماسة لإجراء عملية. وهذا الكلام مضى عليه أكثر من سنتين، وفي كل مرة يتم تحديد موعد للعملية يأتي قرار التأجيل، وتكشف هذه المماطلة إلى تعمد إلحاق الضرر وتعريض الوالد العزيز إلى الأمراض الخطيرة قد تكون ضمن سياسة ممنهجة لاختيال أبناء هذا الوطن. وإلا فما الداعي لهذا التأجيل المتكرر طوال سنتين وأكثر ولعشرات المرات؟ بعد هذه المماطلة المتكررة، أعلن الوالد الإضراب عن الطعام مع ضعفه على عن ذلك. ولما أحس منهم اللامبالاة فك إضرابه، محتسباً أمره عند الله ومتوكلاً عليه. هذه الوقفة التي نقفها اليوم هي دعوة لإنقاذ والدنا من الموت البطيء، الذي تتحمل كامل مسؤوليته الحكومة بمماطلتها المتعمدة في إجراء العملية. ونحن إن شاء الله لن يخفت صوتنا عن المجاهرة بحماية والدنا، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام اغتيالهم، أمام اغتياله. سنتحرك على شتى الأصعدة المشروعة الممكنة، من قضائية وحقوقية وفعاليات ضاغطة داخلية وخارجية. وفي الختام نقدم شكرنا الجزيل وامتناننا الوفير لكل من وقف معنا وساندنا من الأخوة والأخوات أبناء هذا الوطن الجريح، ونشكر جمعية الوفاق لاستضافتها هذه الوقفة التضامنية، ولدعمها الكبير للقضية ولجهودها المبذولة في ذلك. اللهم ارحم شهداءنا وموتانا، وفك أسرانا وسجناءنا، واشف جرحانا ومرضانا، وارجع مبعدينا عن أوطانهم في عز وكرامة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله.